لماذا اختارت مجلة التايم الأمريكية هذا الفندق في القاهرة أجمل فنادق العالم؟ في القاهرة يطل على الأهرامات فندق ميناهاوس الشهير، كان أوبروي ميناهاوس دلوقتي ماريوت ميناهاوس. هذا الفندق اختارته مجلة التايم الأمريكية من بين أفضل 100 موقع في العالم. مش كل المواقع فنادق، وبالتالي هذا الفندق أصبح بتقدير التايم من أجمل الفنادق في هذا العالم. فندق ميناهاوس هو بناه الزعيم الوطني العظيم الخديوي إسماعيل سنة 1869. كان في الأول استراحة استقبال كبار الشخصيات، إنما بعد كده تحول القيام بأدوار مختلفة حتى وصل إلى ما هو عليه الآن. ميناهاوس أو ماريوت ميناهاوس هو ملك الحكومة المصرية، إنما الإدارة فندق ماريوت. إنما هذا الفندق بإطلالته على الأهرامات اللي هي واحدة من أجمل ما يوجد في هذا العالم، خلى هذا الفندق موضع اهتمام النخبة في العالم على مر التاريخ. إن حلم كتير من القادة في العالم إن هم يروحوا هذا الفندق علشان يتأملوا الأهرامات العظيمة وهم داخل هذا الفندق الساحر المطل على الأهرامات. الرئيس الأمريكي روزفلت، الرئيس الأمريكي نيكسون، الرئيس الأمريكي كارتر، يعني آدي ثلاث رؤساء أمريكيين زاروا وأعجبوا بماريوت ميناهاوس أو ميناهاوس في ذلك الوقت، الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس جيمي كارتر والرئيس ريتشارد نيكسون. من بريطانيا الملك جورج الخامس والملكة إليزابيث الثانية والأميرة ديانا، هؤلاء وغيرهم من الناس اللي هم راحوا ماريوت ميناهاوس وأعجبوا جدا بذلك الفندق الرائع المطل على الأهرامات، أجمل ما في العالم من آثار. أيضا الإمبراطورة أوجيني وملك المغرب الملك محمد الخامس وملوك السويد وأسبانيا وإيطاليا، كل هؤلاء من نزلاء ذلك الفندق العريق المطل على الأهرامات. السيدة أم كلثوم، بيل جيتس، مونتجمري، شخصيات أخرى عظيمة دخلت إلى هذا الفندق الرائع وانبهرت بذلك الكيان الأسطوري المطل على الأهرامات العظيمة. لابد أن وزارة السياحة تحتفي بقوة باختيار مجلة التايم، وإحنا مش محتاجين اختيار التايم، بس هي فرصة للمكان الكبير للتايم في العالم، هي فرصة ان احنا نروج اكتر للسياحة في مصر وللأهرامات بان هذه المجلة اختارت هذا الفندق من بين اجمل فنادق العالم.